أين تذهب بنا يا هورنهوب؟ إلى قصر أخناتون بأمر من الحاكم. جاهزون جناب هورنهوب، لننطلق إذن. هورنهوب، أتأذن لي أن أسألك سؤالا؟ سأجيبك جناب ألخماهو، تستطيع السؤال. لأي سبب تظن أن أمنحاوتب، أو كما تسمونه أخناتون، قد رغب في إحضارنا إليه؟ للمحاكمة، فهو قد حسم أمره أن يقوم بمحاكمتكم أمام جمهور من أهل المدينة، فقد شاع بين الناس أن لسان آمون قد نطق، وأنه كان إلها حيا لا تمثالا. أخناتون يريد أن يعلم كيف استطاع آمون أن ينطق. أنا سأجيب عن سؤال أخناتون، أما أنت الذي كنت من أصدقائنا وما وصلت إلى قيادة الجند إلا بتزكية منا نحن، فلماذا تركتنا وحدنا؟ نحن كنا ننتظر منك العون. أنا ما زلت أعبد آمون، وما زلت على احترامي لكم، لكن يتوجب علي أن أطيع أخناتون قبل طاعة آمون، فإنما هو ابن الآلهة. أقصد أن كل حكام مصر هم أنصاف آلهة، فهو حاكمي وحاكم كل أهل مصر. أرجو من صميم قلبي أن أتمكن من مساعدتكم، لكنني عاجز. وهل تعلم من الذي سيشرف على محاكمتنا؟ أظنه يوزرسيف. ألن يكف عنا يوزرسيف هذا أبدا؟ ألا ينوي أن يدعانا وشأننا مطلقا؟ نحن نعبد الله الواحد شكرا له على كل ما أنعم علينا. لولا فضل الله علينا ورحمته بنا، ما كنا لنتنبه للقحط القادم علينا فنسعى له سعيا، ولا ندري ما كان ليكون مصيرنا عندها. انظروا إلى نهر النيل كيف ضحل وجف، وانظروا أيضا إلى المزارع والضياع كيف يبست وأجدبت. هذا ما كان سيؤول إليه مصيرنا. الكثير من البلاد الأخرى أضحت تحتاج إلى عونكم أنتم، ولولا عناية الله بكم ما كان حالكم ليكون مختلفا عن أحوالهم هم. أشكروا ربكم إذن واحمدوه على نعمه، وحيث إنكم لم تعودوا تعبدون تلك الوحوش الصماء وأسباب الضياع والذلة، فحري بكم إذن أن تعكفوا على عبادة الله الواحد إن كنتم ستعبدون ربا. إنما أمرنا أن يتحول معبد آمون منذ اليوم إلى معبد لله الواحد. أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بأنوار هدايته. بوركتم. علي أن أعترف أنك أقوى منه. يوزرسيف يعتبر دهون معلمه دائما. فلنطلق. يحيى يوزرسيف، يحيى يوزرسيف، يحيى يوزرسيف، يحيى يوزرسيف، يحيى يوزرسيف. ودهون؟ نعم علي المقام، أنا رودهون.
كنت حتى الآن؟ كنت في حرب مع أهل الشمال منذ سنوات برفقة جناب هورنهوب. عليك بمرافقة من الآن فصاعدا. يحيى يوزرسيف! 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 تاما، تأميني، أين نحن الآن؟ وما هذا المكان؟ هذا منزل جناب يوسف. أنا جئت بك إلى هنا سيدتي. هل أنت أسينات؟ زوجة يوسف النبي؟ كنت أظن قبل الآن أني أحب جناب يوزرسيف كثيرا، لكن بعدما سمعته من وصف نديماتك فأقول إننا يجب أن نتعلم العشق منك. 30 سنة من الدموع والأشواق، 30 سنة من البعد والفراق والعتب. أقسم بالله إن هذا العشق الشديد وهذا الصبر حري بهما أن يقدسا. لم يكن عشقي بتلك الطهارة التي تصفينها. فيوسف أعلى شأنا من أن تليق بعشقه حاملة الآثام والذنوب. أنا قد لوثت عشقي باتباع هوى نفسي وشهواتها، وقد حملت وزر ذلك على كاهلي. أنت تظنين أنك تعرفين كل معاناتي. 30 سنة من احتمال اللوم، 30 سنة من الكلام اللاذع والشعور بالذل، 30 سنة من النواح وذرف الدموع، 30 سنة من زقاق إلى زقاق، 30 سنة من الجري وفقدان المطلوب. كان جزائي الذي تحملته ولم أجزع بسببه. جل ما اطلعت عليه إنما هو من مجلسي، ومما سمعته أيضا من نديمتيك عن وصفك، فلا حرج علي إذن إن لم أعلم عنك شيئا ولم أدري بما قد قاسيته في الماضي. علينا أن نعرف سبب غفلة يوسف عنك. عليه أن يبرر سبب غفلته عنك. لا، أقسم عليك ألا تتكلمي عن يوسف بهذا النحو. اصبري قليلا سيدتي وسوف أعود. أين ذهب جناب يوزرسيف؟ هو الآن في البهو الكبير عند الحاكم أخناتون. تعالي معي. أسنات، اصبري أسنات. وأن ليوسف أن يعلم بالذي جرى علي، فهو يشارك الناس مصائبهم ويختزن في صدره جبالا من الأسى والحزن. هو ليس حكرا على زليخة ليتفرغ لها. سمعت أن أمون كان يكلم الناس في أوقات حضورك في المعبد، وكان يكف عن الحديث عند غيابك. أتظن حقا أن أمون الذي واراه كهنة المعبد ذليلا يمكن له أن ينبس ببنت شفا؟ يمكن خداع البسطاء بأمور بسيطة جدا، أما عالي المقام يوزرسيف فلا يخدع. حقيقة الأمر
هو أني كنت أقوم بتغيير صوتي وأنا أكلم الناس من نافذة موجودة بالقرب من آمون. صدى الصوت في المعبد كان يؤدي إلى اختلاط الأمر على الناس فيظنون أن آمون يحدثهم. أنت رجل فطن يا ألخماه، لماذا لم تكن تعمل هذه الفطنة والدراية في سبيل مساعدة الناس؟ إن تكرار القول الكاذب يؤدي أحيانا بصاحب القول نفسه إلى تصديق ما يقوله هو، وتكرارنا لكذبنا قد أدى بنا حقا إلى التصديق بربوبية آمون، كما أن حلاوة الدنيا تصد المرء وتعميه عن رؤية الحق. أضف إليها حماقة الناس، هذا ما أراده الناس ونحن قمنا باستغلاله لصالحنا. ألا ترون معي أن حماقة الناس لا تختلف عن تصديقكم لما أطلقتموه من الكذب؟ الناس ليسوا حمقى، بل ظنوا باطلكم حقيقة لأنكم قمتم بإخفاء الحقائق عنهم. فهل لا أنصفتموهم وعرضتم عليهم الحق والباطل ثم نظرتم ماذا سيختارون؟ السيدة أسينات زوجة عزيز مصر تطلب إذن الدخول. أخبروها أن تدخل. السيدة أسينات لا تحتاج إذنا. أرجو أن يسامحني نبي الله لأنني عازمة على أن أشتكي أمره لدى جناب الحاكم أخاتون. سينات، اليوم موعد مقاضاة الكهنة، عليك بتأجيل محاكمتي ليوم آخر. لا يمكن التأجيل، لا أطيق صبرا. فلنؤخر محاكمة الكهنة قليلا. سينات هيا تكلمي. أريد أن أعلم كيف يغفل جناب يوزرسيف الذي صرف عمره في سبيلي راحة أبدان أهل مصر وأرواحهم، كيف يغفل عن حال مشردة ضريرة هرم مكسورة الخاطر؟ سيدتي ما بك؟ سيدتي العجوز التي تتحدثين عنها أنا كنت لأعرفها من قبل، فهي قد شغلت بالي حتى في منامي وأنت تشهدين على ذلك أن كان لي أن أجدها. أنت كنت تعرفها لكنك لم تعتني بها، هي التي ربتك بمحبتها طوال سنوات، وعندما اضطرمت شعلة العشق في كيانها وأحرقت ناره ما بقي من وجودها قمت أنت بالتخلي عنها. إنما هي زليخة. زليخة؟ لا، هذا غير ممكن. زليخة كانت من الوجهاء وجميلة وثرية، كيف يمكن أن تكون تلك زليخة؟ عشقك هو الذي جر عليها ذلك، كانت في انتظارك 30 سنة، جرت خلفك 30 سنة من زقاق إلى زقاق، فدتك بكل وجودها وجمالها ومالها، وما كان منك إلا أن أغفلتها. ليس الأمر كما تصفين أسينات، هذا ليس كل الحقيقة، فجناب الحاكم
قد خلصني منذ 12 سنة خلت من السجن الذي ارتأى بوتيفار وزليخة إدخالي إليه. نحن شهدنا كيف أن زليخة ونسوة مصر كدنا ليوسف وأدخلنه في غياهب السجن 12 سنة، اتهمنه بخطيئة ما كان ليرتكبها أبدا. اعترفنا جميعا بخيانتهن ليوسف وشهدنا على براءته وعلى عفته. أما أنا فما الذي فعلته بهم بعد خروجي من السجن؟ لا شيء. يكفي زليخة وزوجها أني لم أعاقبهما، يجب أن يكونا شاكرين لله عز وجل. ثم أن كان لي أن أعلم أن ثانية نساء مصر بسطوتها ونفوذها المعهودين قد جار عليها الدهر. انقلبت ذليلة بعد عزها، تحتاج الآن إلى الشفقة. أنت تعلمين جيدا أني أكثر الناس إشفاقا على الناس. منذ سنين عدة وتلك العجوز المحتاجة تعذبني في رؤياي لعجزي عن تقديم المساعدة والعون لها. إن أذنتم لي فأنا أطلب الرخصة للقاء زليخة. لا، فنحن كلنا متشوقون لرؤية هذه المنكسرة الخائبة. إن أذنتم لي أنا سأذهب لإحضارها. اذهب وأحضرها إلى هنا. يقول الله سبحانه: إن زليخة قد احتملت عذابا شديدا وقد كفرت عن ذنوبها، وهي الآن امرأة مؤمنة موحدة يا يوسف، عليك بمواساتها، اتخذ منها زوجة لك، واعلم أن دعاءك مستجاب بحقها، فما عليك إلا الدعاء والطلب، وعلى الله سبحانه القبول والاستجابة. هل كان وحي نبي الله؟ كان أمرا غريبا. جاء الأمر أن أقوم بمواساة زليخة وأتخذ منها زوجة لي. تتخذ من هذه العجوز زوجة لك؟ إنها عليلة وسقيمة. إنه أمر الله الواحد أن أتخذ من هذه العجوز المنكسرة زوجة. ما حاجتي إلى زوجة بوجود زوجة حسناء مثلك؟ مهما كانت حالها فلن تستحوذ علي. أنا أشكر لنبي الله لطفه وكرمه، حتى ولو كانت زليخة فائقة الجمال، فما كنت إلا طائعة لأمر الله أيضا. السيدة زليخة ومرافقوها يطلبون إذن الدخول.
أنا أشم ريح يوسف نبي الله. سينات، هذه أنت؟ ظننت أنني سأتشرف بلقاء يوسف نبي الله. أنا يوما ما، الآن كل أنت، لا زليخة في الوجود. ألا تسألني عن مالي وثروتي أين ذهبت؟ أعرف، أنفقته كله في سبيل يوسف. لا تسألني عن جاهي وجلالي أين أصبح؟ سمعت أنك أفنيته كله في سبيلي. ألا تسألني عن حسني وجمالي؟ كيف ذبل هكذا؟ ألم العشق يذيب القلب ويجلب الهم. أخبريني الآن، أين أصبح كل ذلك العشق ليوسف؟ ذلك العشق ما زال قائما، لقد حافظت عليه داخل قلبي وغذوته بكل وجودي. هل عفوت عني إذ غفلت عنك؟ فمشيئته التي غلبت مشيئتي أبقتني غافلا عنك، ليس تقصيرا منك. أحقا هو أنت الذي يلاطفني بكلامه؟ لا، بل هو الحق الذي يتفضل عليك هكذا.
أنت الآن موضع عناية الخالق الواحد، ماذا تريدين مني؟ وماذا أفقد لأطلبه؟ أردت محبوبي وهو الآن بجواري، أردت معبودا وأنا الآن في محضره. بقي لي رجاء واحد، رؤية يوسف. تحتاج إلى عينين بصيرتين، لا أملكهما. إن كان المعشوق عاجزا عن رد بصرك عليك فلن يعجز المعبود. اطلبي ذلك من المعبود وأنا سوف أدعو، فإن جرت مشيئته فستبصر عيناك. اجعل النور في بصر هذه الأمة الراجية. اللهم أنر بصرها كما أنرت بصيرتها بنور الإيمان. أنت يوسف، أنت يوسف. ماذا فعلت بي يا نبي؟ ها أنا ذا أراك، أنا أرى، أنا أرى. انظري جيدا، أترين الجميع؟ أنا أراك أنت فقط، أقصد أني لا أريد إلا أن أراك أنت. كنت قد طلبت منه أن يعيد النور إلى عيني المطفأتين فأرى بهما يوسف مرة أخرى ثم أموت، وفي هذه البرهة القصيرة لا أريد أن أرى أحداً غيرك. أيتها الدموع الساخنة، ماذا تريدين مني؟ دعيني أتزود من رؤية يوسف في لحظات عمري الأخيرة. لا تقلقي زليخة، فقد جرت مشيئة الله على أن يكتب لك عمر جديد تصطعدين به عن سني العذاب والانتظار الطويلة التي عشتها.
هل ترون لطف الله وكرمه؟ ولكن هل تصدقون؟ زليخة عادت بصيرة. ولم لا؟ فعندما يقوم نبي بالدعاء فإن ربه يستجيب له. ولماذا التشكيك؟ رد البصر غيض من فيض. سيدتي، سيدتي، ماما، يميني. سيدتي، أنت بخير؟ كم أصبحتما كبيرتين. سيدتي، لقد أفنيتما أعماركما في خدمتي. شكرا. أنا أراكما. هل تريان معي أيضا لطف الخالق وفضله علي؟ ماذا أفعل يا نبي الله؟ قل لي كيف أشكر الله؟ هل أفي إن سجدت؟ أجل، أسجدي لله شكرا، فإن السجود من أجمل تجليات العبودية. ماذا يرى كهنة معبد آمون؟ هل بقي شيء من شكهم؟ أنا لا أرى شيئا، منذ ساعة عددتني فطنا. لذا فأنا لست أحمق كي تنطلي علي هذه الخدعة. إن عمرا من الخداع والمكر والكذب قد جعلك من الصم البكم العمي، ولن تهتدي الطريق بعد إذ ضللته. ما الذي تعتبر تصديقه حماقة؟ قدرة أتون الإله الواحد أم رد بصر زليخة؟ أنا أشك في الأمرين معا، فأنا لا أصدق أصلا أن زليخة كانت ضريرة قبل الآن. أهل المدينة يعلمون بعمى زليخة، لا شك في ذلك. أنا الآن أشك في سلامة بصرك أنت. أنت تشك إذن في عمى زليخة؟ لا مانع. هل تشك أيضا في أنها عجوز ضعيفة ذابلة؟ هل ستؤمن إن عادت إلى صباها وإلى حسنها؟ هذا أمر أكيد، لكنني أؤكد لك أنه لو عاد الأموات أحياء واستحالت الظلمة نورا فزليخة لن تعود إلى صباها.
سيدتي. سيدتي. أرمي عليها. خذوها. أرمي عليها. هيا. هيا بنا. هيا. هيا. حسناً الخماو، هذه زليخة قد شفيت. كنت أعلم. إن القلب الذي ساق الآلاف من عباد الله نحو الكفر والشرك وعبادة الأوثان أيضاً لن يستضيء بنور الهداية أبداً. ما زلت على عنادك بعدم الإيمان برب يوزارسيف؟ ما زلت تريد اتباع آمون العاجز الضعيف؟ أنا سألتحق بيوزارسيف. لا أريد أن أكون من أتباع آمون بعد الآن. هل يقبل توبتي نبي الله؟ أهلا بك خوفو، أهلا بك. سيدة زليخة، المرآة، المرآة هي. هذا أمر لا يصدق، فالله لا يفعل ذلك مع أي كان. لقد شملك لطف الله يا زليخة. عليك أن تشكري الله على رد بصرك عليك. أنا مسرورة إذ عدت صبية حسناء. في الماضي أيضا كنت ذات عينين بصيرتين ووجه حسن، لكني لم أكن أعرف خالقا. أشكر الله الذي شمل بلطفه هذه الأمة العاصية وجعلها موضع عنايته. هيا
سيدتي، جناب يزارسيف ينتظر خلف الباب، يبدو أنه يود لقاء السيدة زليخة. لا لا، ليس الآن. هل طلبتم إليه أن يعذرني ويعطيني الرخصة من أمري؟ فإن هو أذن لي، أنا أريد أن أختلي بربي لبضعة أيام. لا أريد أن أشغل بالي بأي شيء سوى الله. أنا لا أفهم شيئا، ما سبب هذا الجفاء؟ لا أدري ما الذي حصل. كل ما أعرفه أنني الآن لست مستعدة للقائه. أرجوك، هل طلبت إليه أن يعذرني؟